شيف يوسف جاي النهارده جاهز، عامل لنا حاجات حلوه، عامل برجر السمك. ازاي؟ ازيك يا شريف؟ اخبارك ايه؟ زي الفل، كله حلو، كله تمام. تمام يا حبيبي، مبسوط في حياتك؟ زي الفل يا الحمد رب لله. دايما كده متألق. ايه ده؟ ده برجر السمك مقدمينه احنا بطريقتين، ساندوتش و وكده وبنجر بقى، وهنا ده ايه ده؟ وبتنجان مخلل. بتنجان مخلل بقى. طب وصنف الحلويات ايه؟ ده براونيز من غير بيض. عشان البيض ممنوع. براونيز من غير، شكله حلو قوي بصراحه، مبهر. حبيبي، عايز تبتدي بالبرجر؟ نبتدي برجر السمك. فيش برجر. هنحتاج كيلو سمك بولتي فلي، بصله مفرومه، 4 معالق توم مفروم، كوبايه كبيره بطاطس مسلوقه، كوبايه كبيره من البقسماط، كزبره خضراء، شرايح ليمون، كوبايه زيت، معلقتين زبده، ومعانا بطاطا مقلية، نص كيلو بطاطا ومعلقتين نشا. يلا نبتدي. حلو خالص، دي المقادير بتاعتنا. يلا هنعمل ايه يا استاذ؟ نبتدي. اول حاجة حط الزبدة. الزبدة دي؟ عنك اهو خلاص، وانا لابس الجوان الحتتين. خلاص حتتين. خليك كريم. وبعدين الثوم، وبعدين شوح الليمون. شوح معلش حصل. معلش الليمون مع الثوم معلش ولا هنا عندي انا دي يا حبيبي. السمك فيليه. بولتي عشان مش غالي. احنا بهدلنا، بنحاول نجيب كل الحاجات ارخص حاجة ونقدمها باحلى طريقة. ده هدف. انا اسف على الزروطة، بس لا هو لا. عشان التوم. لا ده بالنسبة لي اتس اوكي. طيب الحمد لله. هنحط عليه ايه بعد كده؟ هنسيبه دقيقة ياخد لون. انا بس كان هيرمي المعلقة في الزبالة. لا انا كنت هحطها تحت بعدين، عايز اطلع. انت قلت وصفة الجزر ولا ما قلتهاش؟ لا هي من غير وصفة، احنا هنحمرها، بس انا عايز ده بس الاول. ايه؟ طب يلا اجرب واحدة كده اشوف. يعني الجزر كده بتحطه كده نايف؟ ده مش جزر، ده بطاطا. بتحطه كده بطاطا؟ لا الاول هحط عليه نشا. تعالى هنا. انت قلت مقاديره؟ قلت مقاديره. طب يلا. هو نص كيلو بطاطا ومعلقتين نشا. حط شوية نشا سريع. هي كأنها بطاطس محمرة بالظبط، بس بنعملها بالبطاطا، بيبقى طعمها حلو قوي. عايز انقليها. يا ريت. يلا انت قلب السمك بتاعك. حاضر. ريحته حلوه. توم وليمون. اصل السمك والتوم بيحبوا بعض جدا. توم وليمون، وانا ما حطيتش ملح وفلفل هنا عشان احنا لسه هنستعمل ملح وفلفل في بقيه الوصفه. يا بدل ما نقلي بطاطس نقلي بطاطا. حلوه قوي بقى، لان فيها الياف اكتر وطعمها مختلف. بعدين انت هتعمل انا بقى هبتدي بقى احضر بقيه الخلطه. يلا. البطاطس المسلوقة، كزبرة خضراء، بقسماط، خلي البقسماط هنا عشان لو احتاج تكتر، بصلة مفرومة من غير العصير بتاعها، انا صفيتها خالص. استأذنك هاخد دقيقة. ممكن بقى ايه؟ نعم. حضرتك تديني اللسان، هنطلع بقى حته حته كده. ادي لك الايه؟ اللسان التوم. انت راح احطها فين؟ هنا بقى هتديني هنا. ايه ده بجد؟ انا مش فاهم. هات حته مستويه. لسه ما استواش. لسه؟ طيب ماشي، انا هبتدي انا اعجن الخلطه بتاعتي. كويس مستوي خالص؟ لا انا لسه هنقليه تاني. بتحط ترانشات ليمون؟ عشان هناخد بقى الصوص ده برضو في الاخر. ايه الريحه الحلوه دي؟ حبيبي يا ممكن تديني حته بس اوريك احنا هنعمل ايه؟ طب يلا. هي الحته دي مستويه. ماشي. خلي بالك سخنه. ماشي. انا اهو ايه؟ هي طبعا بعد ما بتستوي ازاي اعرف ان البطاطا دي استوت؟ لونها بيبتدي ايه؟ يبقى زي اللي احنا مقدمينه ده كده. ما خدت شويه هعملها كده
اوريك حالا. طب على القرمه دي. ممكن عندك كده في الجنب حاجه كده مدوره زي الحلقه كده، ممكن تجيبها لي؟ عايز ده؟ خليهولي ثانيه، خليهولي. انا اهو عملتها كوره كده، وبعدين احط شويه بقسماط هنا. هو ده بيتقلي ولا بيتقلي؟ هيتقلي. فين في زيت. زيت فين الزيت؟ هنحط هنا مطرح على البطاطا. دي ممكن مطرح البطاطا. ايوه، ليه المشكله؟ ما فيش مشكله. لو ما عندناش دي في البيت اعملها باي كوبايه. هي البطاطا استوت. بص اهي كده يا شريف، اعمل لك واحده كمان. اعمل لنا واحده كمان لو سمحت. بتبقى طعمها حلو قوي. كمان لو حد ما بيحبش طعم السمك قوي في الاكل، في حد ما بيحبش طعم، يبقى ما يعملش يعني سمك الأطفال. اصلا لا، الاطفال بتبقى ساعات ما بتحبش تاكل سمك. لا ليه؟ ازاي يعني؟ في اطفال ما بتحبش تاكل سمك. لا لازم ياكلوا سمك. فاحنا عايزين ندخل السمك عشان لا طعم لذيذ ومفيد. الصغيرين بيحبوا السمك وعارفين قد ايه مغذي. اهو كده بس الهامبرجر انت بتشوحه ولا بتحطه في زيت غزير؟ لا زيت غزير، لان زيت غزير بيتقلي. عشان انا بعملها كانها يعني كفته شويه. فهمت. بصوا البطاطا فظيعه. انا هعمل لك واحده كمان على فكره، طعمها حلو قوي ويعني موضه دلوقتي في المطاعم. البطاطا بيبيعوها غاليه جدا. غاليه جدا. غاليه قوي. جالي صدمه. ممكن بقى يلا اهو انا هنزل في الزيت. بنحمر السمك. طبعا لو سبته في التلاجة هيبقى احسن. طبعا عشان ما يفكش. ده ايه بقى؟ هنكمل بقى بيه. والله؟ حطوا لي هنا. لا خلاص بقى. كده خلاص. ماشي. طب احكي كده لغاية دلوقتي احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا البرجر السمك. جبنا الاول السمك شوحناه في توم وليمون وزبدة. وبعدين ابتدينا نحط البطاطس المسلوقه المهروسه مع الخلطه الكزبره والبصل والسمك المستوي، وعملناه بالزيت. حلو قوي قوي. وقلينا شويه بطاطا. وقلينا شويه بطاطا جنبي. بدل البطاطس المحمره عملنا بطاطا. اهو. حلو قوي قوي قوي. يتعمل بقى هاتوا لنا طريقه الغرف. بصوا هو غرفه بطريقتين، عامله ساندويتش وعامله مقدمه كده ايه قطع زي الكفته اكنها في الطبق. مع اي صوص سمك بقى بيبقى حلو. حلو قوي. طيب بهذه المناسبه احنا نسمع اغنيه لست ام كلثوم بصوت استاذ مؤمن خليل. هنسمع كوبلي من ايه؟ سيره الحب. سيره الحب. الله يا اخويا. بلاها. اسمع كوبليه منها وبعد كده ناخد فاصل ونرجع نعمل البراونيز مع شيف يوسف. خليكم معانا لو سمحت. صحيح مساكين، صحيح مساكين.
اهل الحب صحيح مساكين، صحيح مساكين. يا ما الحب نده على قلبي ما ردش. نعمل بقى براونيز. البراونيز المفروض تعمل بالبيض، بس بما احنا مانعين البيض بقالنا 6 شهور او اكتر في البرنامج وبنعمل بدائل، فهنعمل براونيز من غير بيض، صح كده؟ ايوه ده كان تحدي. تحدي ده هو البراونيز؟ ده اشكال والوان احنا مزينينه بقى باللي عندنا في البيت. قول لنا مقاديره. هنحتاج كوبايه كبيره زبده، كوبايتين كبيره شوكولاته خام، كوبايه سكر ابيض، كوبايه زبادي، دقيق، كوبايه صغيره من الكاكاو البودره، معلقه بيكنج سودا، بيكنج باودر، معلقه فانيليا، ونص معلقه ملح. في ناس دلوقتي هيقول لك ايه، طب ما هو كان برضه الزبده غالي. ما هو احنا حاولنا نشيل حاجه بس مش هنشيل كله، ما هنشيل كله مش هيطلع البراونيز اصلا براونز. شيلنا البيض عشان هو غالي، بس الزبده مش هنقدر نشيلها. لا انت وجهت لنا الحاجات ينفع يبقى ليها بدايل، في حاجات مش عارفين نعمل لها بدايل. بالظبط. يلا طيب هنبتدي. في ناس بتحب كده ايه تعلق خلاص. نبتدي اول حاجه بالمكونات البارده، سوري الناشفه اللي هو الباودر، الدقيق، سكر، بيكنج صودا، بيكنج باودر، فانيليا. دي بعد اذنك. ايه بقى ده؟ كاكاو. انا بحب اعمل حركات وحش. وانا بحب اعمل. ندخل الكاكاو بتاعنا. ايوه. اخر شويه دول مش لازم، مش مهم، عشان ما يبوظوليش الدنيا، بس مش عايزه. وهقلب تقليبه حلوه. ممكن رشه ملح من عندك يا شريف؟ المكونات الجافه او الناشفه كلها لوحدها. اخلطها خلطه كويسه. بس حلوة قوي كده. البراونيز بيحب الملح. ممكن في الاخر ارش رشة ملح بدل السكر لو انا عايز الطعم يبقى فيه. هنحط عليهم ايه بقى؟ هنحط عليهم زبادي. ده بدل البيض. بدل البيض. ده المادة الرافعة بتاعتنا. بالظبط. وايه؟ والزبدة. كلها؟ كلها بعد اذنك. وهقلب تقليبة حلوة. ودي شوكولاتة خام انا مسيحها في حمام بخار. او لو عندنا مايكرويف بحطها في المايكرويف كل 10 ثواني اقلبها، ما سيبهاش عشان ما تنشفش. عشان ما تنشفش. ممكن نحطها ونقلب. قلب قلب قلب. يلا شكله احنا عايزين الزيت، المضرب. مضرب الويسك بجد؟ اسمه ايه بالعربي؟ اسمه ايه بالعربي؟ ما اسمه مضرب. خلاص مش عارف اقول مضرب. ممكن اشتغل يدوي؟ انا رأيي. يلا بينا. اصل هيكلكع جوه المضرب. ماشي. ممكن شويه زيت، لان غالبا كانت محتاجه زيت اكتر او زبده اكتر. يلا. البراونز من الحاجات اللي انا بحبها. لطيفه. بحبها مع كوبايه شاي كده. يا سلام يا ولاد. خلصنا؟ وبعد كده هنحطها في الصينية. انا بس كنت محتاج وقت اضرب شويه، فمعلش. مش مشكله. نحطها في الصينيه. نحطها في الصينيه وتخش الفرن تلت ساعه. يلا. تخش الفرن بعد كده بتطلع تقطع مربى. تخش بقى الفرن لمده قد ايه؟ تلت ساعه بالظبط. تلت درجه حرارته ايه؟ 140. 140. معلش هي كانت المفروض تتضرب اكتر من كده شويه عشان تبقى حتة هتجنن من غير بيضه اهي. ورونا شكلها النهائي بعد ما تطلع من الفرن. قلنا قد ايه؟ تلت ساعة على درجة حرارة 140. تلت ساعة درجة حرارة 140 هتطلع براوني زي اللي حضراتكم شايفينها. بنشكرك شيف يوسف، حبيبي، شرفتنا ونورتنا كالعادة. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع فقرة مؤسسة ومستشفى أهل مصر لمعالجة الحروق بالمجان. خليكم على صحتكم.